بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ازيكم يا شباب، مكملين مع بعض بقية فيديوهات توتوريال 101 ان داتا اكسس. هنتكلم دلوقتي في السيشن الثالث في الديسكونكت مود، هاو تو كرييت ديسكونكت مود او داتا سيت باي ويزر. هنعملها باي ويزر عشان اوريك مدى البساطه بتاعها، بس اوريك ان التعقيد في الكود هيبقى في الموديفاي عمليه صعبه جدا، لانك هتوصل تقريبا ل 2000 كود في الشكل اللي احنا هنعمله، وشكل الداتا بايندنج والكلام ده كله وازاي افسره. وبعد كده تعالى ناخده بشكلين، الشكل العادي والشكل بتاع الكرنت مانجر، وازاي ممكن استغل الموضوع ده. طبعا يمكن اللي انا بقوله لحد ما غريب شويه، بس تعالى مع بعض بسرعه نعمل ديسكونكت ويزر ديمو ونشوف القصه. هيبقى ديمو بسيط جدا، نيو بروجكت، ورغم ان معظم الناس ممكن تلجأ له في العمليات السريعه او السهله، فيجي هنا اقول له ديسكونكت ويزر ديمو. طيب لما احب اعمل كونكشن بنظام الويزر، انا ما بكتبش كود خالص، ما بعملش اي حاجه غير الفورمه قدامي يا شباب، وهشتغل مع تيبل برودكت. كل اللي انا هعمله هخليها سنتر سكرين، وهبدا اروح للاكسبلورر وابدا اقول له رايت كليك وابدا اقول له اد نيو ايتم. من جوه نيو ايتم هبدا اخش على السيشن بتاع داتا، او ممكن ادور على كلمه داتا سيت. الاكستنشن بتاع اكس اس دي هبدا اسيبها داتا سيت 1 زي ما هي، وابدا اقول له اد. بدا الراجل يطلع لي الشكل اللي قدامي ده، وبيقول لي انت هتبدا تعمل داتا سيت 1 من استخدام بالسيرفر اكسبلورر او من خلال التول بوكس. التول بوكس ده معناه ان حضرتك هترسم انت الداتا من خلال الداتا تيبل، وهتعمل كويري وهتعمل ريليشن وهتعمل تيبل ادابتر. طبعا ديت سترونجلي تايب شويه، بس انا عايز اشتغل من خلال الداتابيز دراج. طيب هعمل الحكايه دي ازاي؟ بفتح هنا اللي انا قلته ده، معناه ان انت ممكن تديزاين هنا داتابيز، لكن لو انت جاهز الداتابيز عندك في السيرفر اكسبلور، بتروح للسيرفر اكسبلور وبتبدا تعمل كونكت مع الداتابيز بتاعتك. طبعا انا عندي هنا كونكت بتاع نورث ويند، مش شرط اكمل كونكت، جاست ان اعمل له ريفرش بس هيبدا يعمل لي ايه الكونكت بتاعي. ببدا ادراج التيبلز اللي انا عايز اشتغل معاه، فكل اللي انا هعمله ان هاجي على برودكتس وابدا ادراجه هنا. هيبدا ينزل لي في شكل دايجرامز او شكل توضيحي، بيعرفني ان احنا عندنا هنا تيبل اسمه برودكت، وبدا يحط لي كل الفيلدز اللي عنده، وحط لي تحت كمان ان التيبل ادابتر اللي انا هشتغل عليه فيلد، وحاجات كل الداتا. طبعا اول داتا او جيت داتا المفروض بيها سيلكت للبرودكت اي دي والبرودكت نيم والكاستمر، كل الحاجات اللي موجوده عندي. كويس قوي. طيب ده هيفيدني في ايه؟ ده مش هيفيدني في حاجه غير ان انا هبدا اعمل سيف، بحيث ان الداتا سيت بتاعتي هتكون خلاص اتحفظت، فبقى لها كائن موجود هنا اسمه ايه؟ اكس دي. طيب عشان اتعامل مع الكلام ده من خلال الفورمه، هضطر افتح من فيو حاجة اسمها سيكوال. لا مش سيكوال، هاخد انذر ويندو وهختار منها حاجة اسمها داتا سورس. المقصود بداتا سورس هنا يا شباب ان انا ببدأ اشوف الداتا سورس اللي عندي جوه التيبلز ده او جوه البروجكت ده هي ايه. فبيقول لي انت عندك هنا داتا سورس اسمها داتا سورس 1. تمام. طبعا كنت ممكن اضيف الداتا سورس من هنا وهعملها لك في بروجكت تاني، يعني بعد ما اخلص ده هوريك برضو طريقتها. ممكن حتى واحنا شغالين كده اقول لك الطريقه ازاي نعمل بروجكت تاني كده، هيبقى اكستندد للبروجكت ده نيو بروجكت، جاست بس ان انا اوريك فيه الشكل التاني مش اكتر. تمام. الشكل التاني انا جيت على السوليوشن، مقصود بالشكل التاني ان انا لما جيت اضيف الداتا سيت جيت على السوليوشن رايت كليك وبدات اقول له اد نيو ايتمز واخترت داتا سيت، هي دي، او من داتا اخترت داتا ايه؟ داتا سيت. ممكن اعملها بطريقه ثانيه، اني افتح من فيو another ويندو واختار منها داتا سورس، ومن جوه داتا سورس بيبدا يقول لي انت هنا هتاد داتا سورس، فببدا اقول له ضيف الداتا سورس، فبيبدا يقول لي الداتا سورس دي داتا بيز ولا سيرفيس ولا اوبجكت ولا شير بوينت دوكيومنتس زي ما انت عايز. طبعا هنبدا ناخد الحاجات دي ان شاء الله في الليفلز اللي جايه. انا هقول له من داتابيز وبقول له نكست، بيبدا يقول لي طب هتبقى داتابيز ولا انتيتي داتا موديل، ده الانتيتي فريم ورك، لا انا هخليها داتا سيت. طب نكست،
بيبدا يقول لي طب الكونكشن سترنج بتاعك، ببدا اضغط نيو كونكشن وابدا اقول له دوت، وابدا اختار من هنا النورث وين او اسم الداتابيز اللي حضرتك محتاجها، وابدا اقول له تيست اوكي اوكي كده. هو على فكره عمل لي الكونكشن سترنج لو انت شايفه هنا اهو، وبالفعل هيبدا يحطه جوه الاب كونفج. يعني نيكست بدا يقول لي دو يو وانت تو سيف ذا كونكشن سترنج تو ذا ابلكيشن كونفيجريشن فايل اكس ام ال. طبعا انا عايز احفظه هناك علشان ابدا اشتغل فيه، وده هيكون اسمه. لو عايز تغير اسم الكونكشن بتاعك عشان تستخدمه في اي حاجه تانية مفيش مشكله، وابدا اقول له نيكست. بيبدا يطلع لي مجموعه التيبلز ومجموعه الفيو والستور بروسيجرز والفانكشنز اللي موجوده فيه. حتى البروسيجرز بتعتبر هنا فانكشن، يعني انا بنادي عليها اذا فانكشن، بس دي هتبقى لنا كلام معاها بعد كده. ببدا افتح وبختار التيبل اللي اسمه ايه برودكتس، وابدا اقول له فينش. يبقى انا عملت هنا حاجه اسمها نورث وين داتا سيت، هي نفس الناتج بالظبط يا شباب لو كنت ضفتها ومشيت بالوزر اللي انا عملته. طيب يبقى النتيجه واحده. طيب بعد ما وصلنا للبرودكت، انا عايز اشتغل في البرودكت ده. من الامكانيات والتفضيل للموضوع ده ان انت ممكن ترسم وتخلص الكود بتاعك دراج اند دروب. بمعنى انا كل اللي هعمله اني هاجي عند كلمه برودكت وابدا افتح الليسته دي واختار حاجه اسمها ديتيلز. ديتيلز معناها اسمح لكل فيلد ده من انشاء نوعيه من الكنترول لما ادراجه. بمعنى انا مثلا عندي السبلاير اي دي، ممكن يكون تكست بوكس، ممكن يكون نيوميريك اب داون، ممكن يبقى كومبو بوكس، ممكن يبقى ليبل، ممكن يبقى ليبل لينك، ممكن يبقى ليست، ممكن ما ظهروش. طيب يعني لو انت عايز تظهر حاجه او ما تظهرهاش براحتك. يعني مثلا الليفل ده انا هاجي عليه كده واقول له نن ملوش، تمام. هاجي مثلا على السبلاير اي دي وهظهره في شكل نيوميريك اب داون مثلا. طب بعد ما عدلت الكلام ده ممكن ادراج برودكت وارميها على مين؟ همسك برودكتس كده وانزل بيها على مين؟ على الفور. وانا مختار ديتيلز ده معناها ان انا عايز التفاصيل، فايه اللي حصل؟ راح جاي راميلي فولدرز، وخلي بالك السبلاير اي دي نزل نيوميريك اب داون، والريكورد ليفل ما نزلش، يبقى انا عملت سكيب لوك. وبدا يحط لي داتا سيت وبايندنج سورس وتيبل ادابتر وتيبل مانجر وتيبل او بايندنج نافيجيشنز اللي هو بقدر اتحرك فيهم. طب الحاجات دي كلها جابها منين؟ ما تنساش ان هو حط لك تول بار هنا او ستريب تول بار موجود فوق علشان يبدا يشتغل. طب الحاجات دي شغاله بالفعل؟ شغاله. تعالى نعمل ران، هيبدا يظهر لي العناصر بتاع الداتا اهي قدامي اهي، وبيقول لي ان انت عندك 77 ايتمز. لو انا بدات انا فيجيتد كده بيتحرك معايا والداتا بتتحرك. لو رحت لللاست او رحت للبريفيوس مفيش مشاكل، او الفيرست واللاست والبريفيوس والنكست. لو عايز تضيف عنصر جديد بيبدا يوقفني عند العنصر الاولاني وتبدا تختاره. لو عايز اكنسل الموضوع، طبعا انا هنا لاني ما حطيتش امر كنسله فالمفروض ان الكولوم ما يرجعش بنال، تمام. طيب لو انا عايز اعمل ديليت، نقف على حاجه كده وابدا اعمل ديليت. طب يا ترى رقم 3 ده اتمسح؟ لا، اتمسح من الداتا سيت. طب ايه علامه السيف دي؟ اللي هي الابديت، يعني سجل البيانات واحفظها. خلاص، يعني نفس الفكره ان الاتنين دول بيعملوا اوامر على الداتا سيت، لكن الاستاذ ده هو اللي بيعمل اوامر على مين؟ لو انا عدلت قيمه هنا ورحت قلت له ابديت، يبقى بعمل ابديت على الداتا سيت. يعني باخد الداتا سيت احطها في الداتا ايه؟ في الداتا بيز. طيب ممكن ارسمها بشكل تاني. ممكن اجي هنا كده واروح جاي مزود مساحه هنا، واروح جاي واقف على برودكت وساحب كلمه داتا جريد فيو، بضغط على الدروب داون ليست اللي جنبه واضغط داتا جريد فيو، وابدا اعمل دراج مره تانيه. الدراج المره دي نزل لي جريدايه، والجريدايه دي سينكرونايزنج مع مين؟ مع الفيلدز. بمعنى لو انا عملت ران دلوقتي كده وبدات اعمل نافيجيشن، ركز هو جاب لي الداتا مليانه اهي. لما بعمل نافيجيشن البوينتر هناك في النافيجيشن بيتحرك معايا كانهم الاثنين حاجه واحده. دي فكره الويزر لو انت بتشتغل ديسكونكت مود. عايز اوريك بس الكود اللي اتكتب تحت كل اللي انت شايفه ده، عباره عن 4 سطور كود، الثلاثه دول وسطر الفل. سطر الفل للداتا سيت برودكت. طبعا انت ممكن تشوف كلمه ابديت اول ايه ده، 4 اكواد بس، يعني ده الديسكونكت. لا، تخيل كده لو انا جيت هنا وقلت له رايت كليك على ابديت اول وقلت له جو تو ديفينيشن، وبدات اخش في الكود الفعلي اللي مكتوب تحت عمليات التنفيذ بتاعته، كل اللي بيحصل ده هنلاقينا
قرابة 2000 سطر، تمام، يعني 1987 سطر برمجي، وكل الكلام ده موجود هنا. طب معقول انا لما احب اشتغل الكلام ده هعمله بالديسكونكت مود هياخد مني نفس الكم ده؟ لا طبعا، احنا هنعمله ان شاء الله على فيديوهات جاية، ومش هياخد مني الكمية ديت. انا كل اللي انا حبيته ان انا اوريك بس الوزر بيشتغل ازاي ومدى سهولته، وبعد كده تعالى برضو احنا مش هنتعدى 100 سطر للديزاين بنفس الشكل ده وبنفس الشغل ده كله، ومن غير كاستمايزنج، من غير اوبجكت اورينتد، من غير الكلام ده كله. 100 سطر لو اتعمل كاستمايزنج هتبقى الدنيا اقل بكتير. بكده يبقى انا وريتك الديسكونكت مود في شكل الوزر. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنبدا نعمل البروجكت بتاعنا فروم سكراتش، ونبدا نشتغل عليه عشان نتعرف اكتر عن التعامل مع الديسكونكت مود للادو. ارجو ان الفيديو يكون وضح لك النقطه دي كويس. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك، ويا ريت تعمل سبسكرايب عشان تيجي لك باقي الفيديوهات اللي بنعملها على القناه. بشكر كل الناس اللي بتدعم القناه بالشير واللايك والكومنت. خليك ايجابي، ما توقفش المعلومه عندك، شوف كده. اشوفك ان شاء الله على خير في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.